بأواخر القرن التاسع عشر وخلال فترة النهضة العربية بلشت الحركات النسوية اللي بتطالب بحقوقها بالتصويت والتعليم واتخاذ قراراتها بنفسها، تبلور مع النهضة الثقافية اللي بلشت بمصر وامتدت على سوريا ولبنان وغيرها من المناطق. كان هذا الشيء عم يصير بالتوازي مع الموجة النسوية العالمية الأولى. النسويات السوريات بهذاك الوقت طالبوا بالحقوق النسائية العالمية. في أكثر من امرأة كانوا رائدات بوقتها مثل مريانا مراش اللي صارت تكتب مقالات وتنشر عام 1870، يمكنها كانت أول وحدة تكتب عن تحرير المرأة من القيود المجتمعية بالصحف بهذاك الوقت، وكمان انتقدت وضع المرأة العربية وحستها على المطالبة بحقها بالتعليم والتعبير عن نفسها بغض النظر عن انتماء الديني. في كمان ماري العجمي اللي أسست مجلة العروس سنة 1910، وعادلة الجزائري اللي اشتغلت بجمعيات نسائية عملت على تحقيق أهداف الموجة النسوية الأولى اللي ذكرناها من شوي. الجيل اللي بعدهم من شوي من النساء الرائدات، الاثنين كانوا معروفات بالحراك النسوي، كانوا نازك العابد ونظيرة زين الدين. هلأ كتير منا سمع عن نازك العابد بحصص القراءة، بس لالي اللي بيتذكروا أنه نازك العابد كان لها دور كبير بالنشاط النسوي السياسي بهداك الوقت، وكانت نازك ناشطة معروفة ومدافعة عن حقوق المرأة والتصويت والعمل، وكمان كانت كاتبة معروفة، ومشان على الأغلب تتاخذ كتابتها وأفكارها على محمل الجد. كانت نازك تكتب تحت اسم مستعار متنكرة بإنها رجل، طبعاً كانت تكتب بالصحف الدمشقية بعد ما أسست مجموعة للمدافعة عن حقوق المرأة. للأسف نفوها العثمانيين على مصر، وتحت الحكم الفرنسي معركة ميسلون كانت نازك أول امرأة بيتم تعيينها كجنرال فخري بالجيش، وكانت تحكي بشكل مستمر مع دبلوماسيين عرب وأجانب عن أهمية سوريا علمانية ومستقلة عن الحكم الفرنسي، وهي اللي أسست الهلال الأحمر بسوريا. هلأ بعام 1933 نازك أسست نقابات المرأة العاملة اللي دعت للتحرير الاقتصادي للمرأة كوسيلة أساسية للحصول على الحرية السياسية للمرأة السورية. هلأ بهاي الأثناء كانت نظيرة زين الدين باحثة وكاتبة سورية من جبل لبنان، كانت بنت شيخ درزي وباحث بالدين الإسلامي اللي حسها على أنها تكون عالمة بالدين وأنها تهتم بالتعليم. نظيرة تخرجت من الثانوية بعلم وثقافة عاليين، وكان حلمها تفوت على الجامعة الجسوية ببيروت لتدرس الطب، لكن بوقتها مثل ما كان يصير طبعا بكتير بلدان عربية وغربية للأسف انرفضت لأنه كان ممنوع البنات يفوتوا على هاي الجامعة. فدرست بجامعة فرنسية وبلشت بمسيرتها المهنية بالكتابة. كتب نظيرة أحدثوا شوشرة بالمجتمع لأنها كتبت عن تابوهات، وكانوا مثلا عناوين كتبها مثل مثلا الفتاة والشيوخ. من لما سوريا استقلت عن فرنسا بعام 46 والبلد صار شايف شي 12 دساتير مختلفة، هلأ بعام 49 النساء السوريات أخيراً حصلوا على الحق للتصويت من خلال قوانين انتخابية تقدمت من قبل النظام العسكري بقيادة حسني الزعيم. نصت هاي القوانين على أنه النساء فيهم يصوتوا طالما معهم شهادة مرحلة التعليم الأساسي أو الابتدائي على الأقل، وبيقدروا يصوتوا بمراكز اقتراع منفصلة عن الرجال، لكن الرجال هن الوحيدين يلي بيقدروا يترشحوا. بالمقارنة مع بلدان تانية مثل مثلاً مصر، مصر ما سمحت للنساء بالتصويت غير لسنة 56، ومثلاً لبنان سنة 57، الأردن لل 74، العراق لل 80، أخذ وقته وطول. بس يا فرحة ما تمت للزعيم، لأنه بشهر أغسطس آب كان سامي الحناوي عامل عليه انقلاب عسكري وطيره. الحناوي نادى ليعمل لجنة دستورية ليعملوا كمان دستور جديد على السنة الجديدة، فما كان في ولا امرأة وحدة بهاي اللجنة الدستورية، مع أنه هذا الدستور تبع سنة 50 سموه دستور الاستقلال. كثير من المؤرخين بيعتبروه أول لحظة ديمقراطية حقيقية بتاريخ سوريا الحديثة، بس حتى بالبلدان الغربية يعني كان مفهوم الديمقراطية لا يشمل الجميع بما فيهم النساء والأقليات العرقية مثلا. لكن جدير بالذكر أنه هاي اللجنة ولأول مرة عرفت المواطن السوري الذي يحق له الانتخاب بأنه أي رجل أو امرأة فوق سن 18، وبالتالي كمان هذا المواطن الشريف عنده الحق بأنه يترشح للانتخابات، انتخابات البرلمان طبعا، إذا حقق الشروط التالية: يكون عمره أو عمرها فوق سن 30، ويكون معهم الشهادة المهمة جدا اللي هي شهادة صف الخامس. الحلو بالموضوع أنه من خلال هذا الدستور صارت سوريا أول دولة بالمنطقة سمحت للنساء يترشحوا لمناصب سياسية. استمرت فترة الانقلابات بسوريا، وبعام 1953
اجانا انقلاب جديد كان بقيادة الجنرال أديب الشيشكلي. شو أول شغلة عمل أديب الشيشكلي؟ الدستور. نعم، لا هو غير الدستور ليصير نظام رئاسي وأنهى منصب رئيس مجلس الوزراء. هذا الدستور الجديد كمان عرف المواطن المنتخب كأي رجل أو امرأة فوق سن 18 وكانوا مسجلين بالسجل المدني، وكمان نزل سن الترشح للانتخابات لسن 25 سنة فقط لا غير. مع أنه بسنة 54 النساء كانت بتقدر تترشح لأي منصب، لكن ما حد عزب حاله وترشح، لذلك ما كان في نساء يعني بتشغل مناصب سياسية بهذاك الوقت. أول مرة النساء السوريات طلوا علينا سياسياً وشغلوا منصب كان بالفترة الوجيزة جداً تبع الجمهورية العربية الموحدة، من وقت وحدنا مع مصر. هلأ البلد الجديد عمل جمعية وطنية جديدة مؤلفة من 600 عضو، 200 منهم من سوريا و400 من مصر. لأول مرة بتاريخ سوريا الحديث منشوف امرأتين تم تعيينهم وليس انتخابهم، تعيينهم ضمن هاي الجمعية الوطنية. كانوا جيهان موصلي وداد هارون. ولما تركنا نحن ومصر اختفت النساء عن الساحة السياسية السورية لكذا سنة لقدام. بس سيدي يعني المواطن كله على بعضه بأجناسه وأعراقه ومؤهلاته مطرود من هاي الساحة السياسية يعني.